مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. يقولون إن الحزن ملح القلوب، وإن الأرض المجبولة على حب أبنائها ورثتهم حبها أحياء ومهجرين وكذلك مقيمين، جعلتهم يتذكرونها أينما كانوا وحيثما حلوا، جعلت قلوبهم أرق من النسيم، لذلك يتذكرون من ورثوهم هذا الحب بشيء من القصيد، ويتشبثون بهذه الأرض تاريخا وحق حياة من أجل أن يورثوه إلى أبنائهم. وهكذا تتواصل رحلة العطاء والثبات على المبدأ وحب الأرض التي ينشأ بها وتخرج له حلما لابد يتحقق يوما. من أجل كل شاعر نقدم هذا العدد من بيت القصيد، من أجل كل متابع جميل نستضيف اليوم شاعرة من الأردن تأبى أو أبت علينا إلا أن يكون للحزن من شعرها نصيب. ضيفتنا عبر سكايب لهذا العدد الشاعرة الأردنية الأستاذة مرام العمري. أهلا بك أستاذة مرام، وحللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا بك أستاذ مصطفى مطر، بداية لا بالدليل شكر قناة الرافدين على استضافتها الجميلة الرائعة، والشكر الخاص لك لتخصيص هذه الحلقة لنلتقي معا عبر سكايب في ظل هذه الظروف. أستاذة مرام، إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة الحزن الذي هو ملح القلوب والناس التي لا بد أنها دائما حاضرة في وجداننا، خصوصا من سقونا حب هذه الأرض وعلمونا تهجئة الحروف الأولى، ماذا عن فكرة الأب في الشعر؟ الشاعرة مرام، قبل أن نذهب إلى القصيدة، سؤال مفاجئ. سؤال مفاجئ وبداية تشبه البدايات فعلا. والدي هو الإنسان الوحيد الذي فتح عيني على القراءة، أول إنسان علمني الإلقاء وعلمني أن الكتابة والقراءة هي طريقك إلى المجد. كان قارئا حافظا للقرآن الكريم، مطالعا حثيثا قويا. سهراتنا كانت عبارة عن مسجلات شعرية، مطاردات شعرية، وكان يرى دائما أنني ابنة هذا المجال، فكان يحثنا على القراءة وينصحني بذلك دائما، وكنت لا أستطيع فعلا إلا أن أراه وبيده كتاب من ثقافات منوعة، ليس الشعر فقط. هو لم يكتب الشعر، ولكن قراءاته المتعددة زرعت في دم الشعر، زرعته فعلا. أستاذة مرام، تلح علينا هذه الإجابة التي يعني فيها الكثير من الوفاء إلى ذكرى أب راحل، تلح علينا حتى نستمع إلى شيء من الشعر كتبتيه عن والدك. تفضلي إلى القصيدة، وإن كان ثمة تقديم قبل قراءتها فلك الكلمة. شكرا أستاذ مصطفى. في الواقع الرسائيات أمر صعب جدا، كتابة الرسائية ليس بالأمر الهين، ذلك أن الشخص المركز سيكون بالضرورة عزيزا على قلبك، وإن لم يكن كذلك فإنما ستكتب سيكون منظوما. لذلك لم أستطع طيلة فترة 25 عام أن أكتب قصيدة رثاء واحدة لوالدي إلا قصيدة واحدة، وهي وجع مؤبد، التي لم تكن شعرا فعلا بل كانت احتياجا عارما، كانت احتياجا عارما، يعني نوع من الخطاب الروحي بيني وبين والدي إلى القصيدة. من ديوان جزيئات جامحة، وهي وجع مؤبد. يا لذة العيش، يا لذة العيش قومي واسمعي وجعي، يا لذة العيش قومي واسمعي وجعي، شوق إلى الموت أم شيء من الجزع، من لي وبعدك طول العمر يا أبتي، من لي وبعدك طول العمر يفزعني، ما زلت في قبضة الأشواق والفجع، ما زلت أجهل والدنيا تشيبني، هل أقتفيك وصوت الشيخ في سمعي، لا زال صوتك والترتيل يطرقني، لا زال صدرك بيت النور والورع، ودعت بيتك، ودعت بيتك والدنيا، وكنت أنا إرث الملامح والتفسير
والبدع إن قال قائل بنت الشيخ تشبهه فز الفؤاد إلى المرآة من ولعي إن قال قائل بنت الشيخ تشبهه فز الفؤاد إلى المرآة من ولعي علي أراك فمضي السمت بي شجل يأتي ليهلك ورد الروح بالهزع عقدين أسفحما العين يا أبتي عقدين أسكت يتم الليل بالرقع ما كنت أسكت دمع العين في لغتي علمتنيها ليسمو الفكر بالوسع هذا رثاؤك ليس الشعر مبدأه هذا احتياجك هذه لحظة الهرع هذا بكائي لا تكفيه قافية هذا انكسار يتيما كاد كانت قصيدة متميزة لفضاء فوكي شاعرتنا من الأردن أستاذة مرام بعد هذه القصيدة التأبينية للوالد والممتلئة بالشجن والحزن دعينا نذهب إلى الحديث في موضوع آخر وأسألك بشكل مباشر كثير من الشعراء يشعرون بإحباط هذه الأيام ما الذي يعينهم على مواصلة الحياة بالرغم من كثرة الإحباطات والمآسي التي يتعرضون إليها والله سؤال في أوانه وأنا واحدة منهم عموما الأجواء جدا محبطة ونحن في أيام لا نسمع فيها إلا خبرا سيئا يعني خبرا سيئا أينما تذهب في الأخبار أخبار سيئة هنا ثورة هنا احتلال هنا هجوم هنا قضية القدس اليمن سوريا فلسطين والشاعر بطبعه حساس جدا أضف إلى ذلك وباء كورونا الانتكاسات الاقتصادية الضيق المادي والمعيشي الشاعر بالآخر إنسان وفعليا الشاعر يحتاج إلى طبيعة هادئة رائقة فكيف إن عاش وكل الضيق حوله هو الآن لا أين يلتفت لا يجد أشياء محفزة نعم بعيدا عن الشاعر أب أم أخ نعم أكملي الشاعر يتأثر فالأجواء جدا محبطة هذا مبدئيا عدا عن ذلك الحركة الشعرية الغير منصفة نوعا ما نعم. إنها تأخذ معها من تأخذ وتترك صحيح. من تترك وهذه أشياء تبقى متعبة نوعا ما البارحة في تويتر صادفت شاعرا بدون ذكر أسماء يقول لماذا لا يستضيفوني هل أنا شعري سيء؟ هل أنا إلقائي سيء؟ وكان يعني يستغرب فصراحة شدني سؤاله للفضول فتحت متصفحة فإذا به شاعر رائع جدا واستغربت فأرجعت ذلك إلى عدم التفات كلي وواضح للحركة الشعرية فعلا أو الالتفات إلى أشخاص بأعينهم وكلنا في هذه المرحلة نعاني أو نأخذ مراحل معينة حتى نصل إذا مرحلة لكي يلتفت أحدهم إلى أقلامنا كلنا دخلنا في هذه المرحلة أعتقد هذا تشخيص فيه من الصحة ما فيه فيما يتعلق بالإشكالية الجمعية للشعراء في المنطقة العربية ككل لكن دعينا نذهب الآن إلى الذاتية التي تمثل الشاعرة مرام العمري من الأردن ما هو الحاث أو عامل الاستفزاز الذي يدفعك دفعا إلى الكتابة؟ القراءة الكثيرة بداية الأجواء الرائقة فعلا نوعا ما قلة الانشغال نحتاج مساحة كثيرة من الفراغ شاعر أنا شخصيا الأزمة والاكتظاظ يؤثرون سلبا علي لذلك دائما أتخير لو ساعة إما للقراءة وإما للكتابة وعد ذلك فوقتي ليس ملكي أبدا فلذلك أعتقد أنه الراحة النفسية من الداخل أول الأسباب مهما كان موضوعك الشعري يعني حتى لو أنك تريد أن تكتب حزنا أنت بحاجة إلى استقلالية روحانية نوعا ما صحيح
أما الضجيج فلن يعطيك أبدا 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 مساحة للكتابة أو للقراءة حتى. أحسنتي، خذينا إلى قصيدتك الجديدة الآن، يعني سنؤجل النقاشات فيما يخص الذاتية أو الموضوعات الثقافية العامة لاحقا إلى ما بعد قراءتك القصيدة الجديدة. إلى القصيدة تفضلي. سأقرأ الآن نص اركب معي. تفضلي. خذ من عيوني قصائدي ورقة للحقيقة، خذ من عيوني قصائدي ورقة للحقيقة، إن كنت تسأل ما الطريق وما الطريقة، خذني أدلك كي نتوه فنهتدي، ما أحوج المعنى إلى لغة عتيقة، تنسل من عتم القديم ملامح، تنسل من عتم القديم ملامح لتذكر الإحساس بالقصص العريقة، وتهب في قلب المنام عواصف لعواطف غيرت نيران صديقة، تجتاحني الأشياء ضمن مشاهد ومشاهد قلبي بأشياء دقيقة، تنظر بخافقة العيون وضمها كم يكمل الإحساس بالسن الرقيقة، مر على العهد القديم فلا وفا، إن صاح عهد من عذاب طليقة، ما قيمة الأيام تلحق بعضها، لم تكن تقصن بأحلام رفيقة، أسرار هذا الكون أبعد ما نرى، ونزوعنا المحتاج كي نرث الوثيقة، وسواد تختل لحظة رغبة ورغائب للطين تمتهن الصديقة، خطواتنا التهزي بأشواق الوراء المتعب المضنى بإقلال وضيقة، خطواتنا كم أتعبتها خطوة مرسومة من وهم أنفسنا الدفيقة، آثرت أن تطغى وربطت الأنا، آثرت أن تطغى وربطت الأنا، ونسيت يا فرعون من رب الخليقة. الله الله. فأنا سأعبر بين طوضي النوى يوم انفلاق البحر أصعب أن تطيقه. جميل. لا عز للطاغوت يوم حسابه، لا عز للطاغوت يوم حسابه، حاسب ضمير الحي تلفظك الحريقة، اركب معي فمن النبوة دعوة للحب كي ترد القلوب المستفيقة، أسمى من التوضيح لهفة واضح، أسمى من التوضيح لهفة واضح شفافة المضمون للعين العشيقة، شفافة المضمون للعين العشيقة. لا فضفوك شاعرتنا أستاذة مران، ما شاء الله عليك، نص جميل وموفق جدا. أريد أن أذهب إلى سؤال مختلف نوعا ما، ما الذي يمكن للشعر أن يلعبه، الدور الذي يمكن للشعر أن يلعبه من أجل خدمة الإنسانية، خصوصا في ظل ما نعيش به من مصاعب شتى ومتعددة ويصعب حصرها في شيء واحد، دور الشعر من أجل الإنسانية؟ والله هو الشعر أساس الإنسانية، هو شعر إنسان بشكل كلمة، فإذا كانت له المساحة سيكون الدور الفعال أساساً منذ فجر التاريخ، والكلمة هي أساس الانتشار، أساس الوصول إلى قلوب الناس، ومن ذلك الخطابة والقصائد التي تبث في الناس ما يحتاج المجتمع لأن يقوله، يعني ما يحتاج العامة أن يقوله الشاعر.
نعم. فإن كان للشاعر مساحته وكانت له رؤيته الصحيحة، يعني لنكن دقيقين، ليس كل من يقول شعرا سيصل رسالة نحن نحتاجها. في الواقع على الشاعر أن يكون مطلعا، مثقفا، واعيا للحالة الاجتماعية والشعرية، واعيا للرسالة التي يريد أن يوصلها للمجتمع أو أن يكون لسانها يعني. نعم. إذا شاعر إنساني أكملي. شاعر إنسان نوعا ما ومطلع ومثقف يعني. نعم. في يده جميع المعطيات لكي نأخذ منه نتيجة شعرية بينة واضحة وتساعد. سنأخذك الآن، اسمحي لي الآن أن نأخذك إلى شاعر إنسان خدم الإنسانية وقصائده ستبقى خالدة، إلى إحدى قصائد الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، نتابعها ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة طبعاً. ما رأيك؟ أكيد أكيد طبعا. مشاهدينا الكرام، إذا نخرج الآن إلى فقرة قصيدة للوطن، نتابعوا هذه القصيدة ومن ثم لنا عودة، ابقوا معنا. فرحا بشيء ما خفيف كنت أحتضن الصباح بقوة الإنشاد، فرحا بشيء ما خفيف كنت أحتضن الصباح بقوة الإنشاد، أمشي واثقا بخطاي، أمشي واثقا برؤاي، وحي ما يناديني تعال، كأنه إيماءة سحرية وكأنه حلم يدربني على أسراره لأكون سيد نجمتي في الليل، معتمدا على لغتي. أنا حلمي، أنا أم أمي في الرؤى وأبو أبي وابني أنا. فرحا بشيء ما خفي كان يحملني على آلاته الوترية الإنشاد، يسقلني ويسقلني كماس أميرة ما لم يغن الآن في هذا الصباح فلن يغن. أعطنا يا حب فيضك كله لنخوض حرب العاطفيين الشريفة، فالمناخ ملائم والشمس تشحذ في الصباح سلاحنا. يا حب، لا هدف لنا إلا الهزيمة في حروبك، فانتصر أنت انتصر واسمع مديحك من ضحاياك، انتصر سلمت يداك وعد إلينا خاسرين وسالما. فرحا بشيء ما خفي كنت أمشي حالما بقصيدة زرقاء من سطرين عن فرح خفيف الوزن مرئي وسري معا، من لا يحب الآن في هذا الصباح فلن يحب، من لا يحب الآن في هذا الصباح فلن يحب. إنه الشاعر الإنسان محمود درويش، هذا الشاعر الفلسطيني. مجددا إلى شاعرتنا أو إلى شاعرتنا ضيفتنا عبر سكايب من المملكة الأردنية الهاشمية، معنا من عمان الشاعرة مرام العمري. أهلا وسهلا بك شاعرتنا مرام مجددا، وأعود إليك بسؤال جديد أستاذة مرام. كيف للشاعر أن يحفر تجربته في وجدان الناس قبل أن يحفرها شعراً وسطوراً على جدار التاريخ؟ قبل ذلك أساس كل شيء الصدق، فالشاعر الذي لا يدعي بأي شكل من الأشكال الشعور الصادق يصل، والشعور والمسألة التي تهم الجميع تصل، والمسألة التي
تلامس القلوب جميعا تصل. في الشاعر أن يكون صادقا بالدرجة الأولى، أن يبث مشاعره دون الحاجة إلى النظم والرصف، رصف الكلمات. ان ترك نفسه للسطر فهو سيصل بإذن الله، وإن كان بعد حين الكلمة الصادقة دائما تصل أستاذ مصطفى، دائما. نعم. لذلك سنجد فارقا واضحا بين النظم وبين الشاعر الناظم وبين الشاعر الحقيقي. فالشاعر الحقيقي دائما كلمته فيها شيء من النبض، نبض يلامس، نبض يحبه الجميع، وبالأخير المشاعر تصل إن كانت صادقة ليس إلا. نعم. إلى قصيدة جديدة، ما هي وما عنوانها وما هي قصتها قبل قراءتها؟ حدثينا عن قصة قصيدتك القادمة قبل أن تقرأيها علينا، لك الكلمة الآن. القصيدة هي قداسة. نعم. كتبتها في لحظة وحدة جامحة. نعم. لحظة وحدة كبيرة. تفضل. في لحظة يجد الإنسان نفسه خاليا من الكل، خاليا. نعم. حتى من أقرب الناس إليه. إلى القصيدة إذا. ما من حجيج قد خلا حول المطاف، ما من حجيج قد خلا حول المطاف، لأطوف سبعا حول وحدي ثم ألهج في الدعاء. هل غادروا أم أنني في بادئ الأيام غافلت التراب لكي أظن بأنني أم القرى؟ وصبت نفسي كعبة في لحظة إنسانة الأحلام شاخصة الخيال. غابوا كأني لم أكن أو كنت نزعا عاطفيا في قلوب المارقين. غابوا كأني لم أكن أو كنت لكن كنت نزعا عاطفيا في قلوب المارقين. ضلوا وما وجدوا الطريق لقلب هذا الطين كي يرضى علي الطين. غابوا كأني لم أكن، لا لم تعد هذه القصائد قبلة. نعم. جميل. لا لم تعد هذه القصائد قبلة، فلما استدانة والسقاية والرفادة؟ من يستحق ومن يرى في أزمة الإجحاف والكذب المقدس في النفوس؟ لم يبق لي غير الثبات وزمزم في باطني يملي علي فيشرب المعنى قداسة. هجروك لكن لم تزل لك حرمة، بيت من الحب المقدس لا يرى سوى النفس. هجروك لكن لم تزل لك حرمة، بيت من الحب المقدس لا يراه سوى النقي. يا الله، نتمنى أن لا يكون هناك هجرة إلا إلى دفء الحياة وإلى أمانة الإنسانية، كل الإنسانية. نتمنى إذا كان ثمت هجرة أن تكون إلى ارتياح بني الإنسان، كل بني الإنسان، خصوصا الذين يحبون الآخر ولا يكرهون الخير. أحيانا تجد أن الهجرة إلى داخلك هي أفضل الهجرات. أحسنتي. إذا أردنا الآن أن نتحدث عن فكرة الحزن والألم في تجربة الشاعر، وهل هي الوقود أو الإكسير الذي يجعله حيا وقادرا على بذل المزيد شعرا وإنسانية؟ الله يا صديقي، في البدايات كنت أظن أن هذه المقولة خاطئة جدا، أو كنت أرفضها تماما، أن الحزن ملح القصيد وأن الحزن أساس الإبداع. كنت أرفض هذا قولا كاملا. نعم. فكنت دائما أميل إلى كتابة الغزل، ولا زلت فعليا أرى أن قصيدة الغزل هي الأروع وهي الأحب وهي الأغلى إلى قلبي.
كنت أقول أنا المفتونة الأولى بشعر الحب والغزل، أنام على صدى الإحساس أصحو من ندى القبل. أنا الأولى أنا الأولى فمن مثلي ومن غيري إلى آخره. إنما مع النضج صديقي ستجد أن الأمور تتغير وتتحول، ستصبح نظرتك للحزن أعمق وأقرب، ستعايشه فعلا، سيكون شريكك في كثير من المواقف. فللأسف يذهب بك الحزن دائما إلى قصيدة تفضي إليها وتتحدث عنك وتبث ما تبث، لعلك ترتاح في مرحلة ما أنت لا تملك إلا أن تكتب، إلا أن تحدث الورق. غالبا نحن الشعراء هكذا، عادة الشاعر إنسانيا ليس من النوع الذي يفضي إلى أحد ولا يعطي سره كثيرا إلى أحد. يعني أنا لن أجالس شخص وأشكو إليه همي، كبرياء الشاعر لا يسمح له بذلك، إلا أن النص أو السطور دائما تعطيك هذه المساحة الصادقة. لكنه يشكو ألامه دائما إلى القصيدة ويبث حزنه إلى جمهور متابعيه ومحبيه. نعم، يعني نحن نفضي إلى الشعر والشعر يفضي، يقول كل ذلك. نعم، سنتابع معك يا مرام، أعذرينا بسبب ضيق الوقت، سنتابع معك بعد قليل، ولكن لابد أن نخرج إلى فاصل الآن. مشاهدينا الكرام، الآن نخرج إلى هذا الفاصل القصير، وبعده نواصل ما تبقى من حلقة هذا اليوم من برنامجكم بيت القصيد. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا، متواصلون معكم في هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد. معنا من الأردن عبر سكايب من عمان الشاعرة مرام العمري. أهلا وسهلا بك مرام مجددا. وإلى الشعر مرة أخرى قبل أن نذهب إلى جديد النقاش، إلى قصيدة جديدة، تفضلي. نفس الذي سأقرأ. اقرأي ما تحبين، لنفرض عليك نوعا معين من القصائد أو أختار لك نصا معينا لتقرأيه. اقرأي ما تودين قراءته، القريبة من قلبي أكثر، تفضلي. وهذا النص: أفرغ غرامك. نعم. أفرغ غرامك يا متيم من يدي، أفرغ غرامك يا متيم من يدي، فالحبر عشاق ووحيك سيدي. راحت براح الروح راح معذب، جارت على ذم المجاز بمشهدي. لما مضيت كما الغريب لحتني في بيت شعر معتم بتنهدي. أنا لا أجيد الموت، أنا لا أجيد الموت ضمن قصائدي، وأراك تقتل في الحروف توردي. ما إن حظيت بفكرة ريانة حتى رأيت القحط يبلع موردي. أفرغ غرامك قد كفرت بحبنا، أفرغ غرامك قد كفرت بحبنا، أو كدت من يأس التجاوز للغدي. جندت صبر الصابرين جميعهم لأفض حرب إطاعتي وتمردي، وشربت غيظ الكاظمين مخافة من نار بعدك، فاحترقت بمعبدي. أثرت في سفر الغرام تعلقي، أثرت في سفر الغرام تعلقي، لما نحت الروح نحت المنجدين.
وجعلت بالإزميل ترسم تحفة قد بثتها وعشقتها بتجردي، لكن بجمليونا فيك قد انتهى، لكن بجمليونا فيك قد انتهى. لما ظننت العشق نوع تعبدي أفرغ غرامك كي أضم أضالعي وحدي لوحدي في احتضار الموعد. سأقول ألف قصيدة عشقية أتوسد المعنى الرهيف لمقصدي، وأسح للقرطاس كل مواجعي، وأطالع القرطاس عند ترددي، وأعلم الإحساس رفض قيادة. يا ثورة الإحساس لا تتقيدي، لا يذبح العشاق غير سيادة، لا ترسل الأشواق للمستعبد، لا يذبح الأشواق غير سيادة، لا ترسل الأشواق للمستعبد. وكذلك لا تعيش إلا القصائد التي تنتمي إلى الناس وحزنهم وعواطفهم وما يحتاجون إليه جميعا. أستاذة مرام، سؤال مباشر، متى يسقط الشاعر من عين الشارع؟ عندما يصل مرحلة الغرور، أنا وليس غيري. نعم. فقط. أو إذا أخذ اتجاهات تمس الدين مثلا، تمس القضايا العامة. نعم. وأخذ فيها اتجاها خاصا يعني. دعينا نسأل السؤال بطريقة مختلفة. ما الذي يضمن للشارع، أو ما هي الطريقة الأمثل ليضمن الشارع أن يكون أقرب إلى الجمهور وأن يستمر ذكره حتى وإن غيب جسدا فيظل أثره؟ ما الذي يضمن له تحقق هذا وأن يظل الأثر؟ شاعرية قوية، نص قوي، نص صادق، وفكرة تلامس، ذلك ليس إلا. ماذا عن الرسالة والمبدأ حسب اعتقادك؟ فكرة قوية هي رسالة وهي مبدأ. نعم. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة الإشكالية الرسالية والإشكالية المبادئية في نفس أو في حس أي شاعر، هل ينبغي على الشاعر ويفترض عليه فقط أن يتبنى الرسالة العامة، أم ليس من العيب أن يكون لديه رسائله الخاصة كذلك؟ لا مطلقا ليس عليه أن يتبنى الرسائل العامة. فعليا كثير من الشعراء لا يتبنونها مطلقا، فالبعض لا يحب الخوض، لا يحب الدخول في هذه الأزمة، يعني لا يحب أن يكون واحدا منهم. إنما الحالة العامة أحيانا تفرض نفسها، يعني سيكون لابد لأي شاعر أن يكتب في ذلك. نعم. فليس على الشاعر أن يتبنى فكرة عامة أو يتبنى مبدأ عاما، له أيضا أن يأخذ مبدأه الخاص وأن يتبنى أفكاره الخاصة، فلعله يكون منتجا، لعله يبتكر فكرة جديدة يتبناها آخرون. الفكرة العامة شيء، فكرة نبيلة نوعا ما وهي المشاركة، إنما الفكرة الخاصة عادة تكون نواة أو بذرة أو فكرة لمجموعة مبادئ جديدة. قد يبتكر الشاعر مبدأ، قد يكون مبدأه هو الأصح، يعني أحيانا يكون مبدأ الجمعي غلط، يعني ليس بالضرورة أن يكون مبدأ الجمعي هو مبدأ صحيح 100%، إنما الشاعر دائما رؤية خاصة، دائما له فلسفة خاصة، دائما يتذوق الأشياء بشكل خاص، فلذلك لابد لكل شاعر أن يكون له رسالة خاصة تبث ما بداخله. ومن الجيد أو من الجميل جدا أن يشارك المبادئ العامة والرسائل العامة للعموم، لأنه بالآخر فرد من هذا المجتمع وهو صوته بشكل من الأشكال، يعني هو الشاعر صوت المجتمع يفترض به أن يكون. فلذلك له أن يتخذ مبدأ خاصا وله أن يشارك في المبادئ العامة والقضايا العامة. أحسنتي. خذينا لابد له. نعم، خذينا الآن إلى قصيدة جديدة، بعدها سنتحدث عن فكرة العلاقة ما بين القصيدة والوطن في تجربة أي شاعر. إلى قصيدة جديدة، فماذا ستقرئين علينا هذه المرة؟ تفضلي لك المنبر والكلمة أستاذة مرام. سأقرأ نصا قصيرا لعيون أمي. تفضلي إلى هذه القصيدة إذن. مخاض الصبر والجلد، مخاض الصبر والجلد، وحمل الرحم للكبد، وروح ها
همها الفطري أن تأتي بروح الحي بعد الموت في الولد على ما نحن يا أمي. أفكر في المدى المجروح، أبكي غيبه المفتوح، كلانا ذاهب لكن كلانا ذاهب والوقت في ملهاه يشرب من كؤوس الروح. وحتى ينتهي منا سأكتب صوتها ورقا ليسمع صوتها الأبدي. وحتى ينتهي منا سأكتب صوتها ورقا ليسمع صوتها الأبدي. سيسمع صوتها أبدا وسيبقى حاضرا مدى الدهر والشهور. شاعرتنا مرام، عن القصيدة ومدى ارتباطها بالتراب، هل ثمة أوجه شبه وعلاقة ما بين القصيدة التي يكتبها الشاعر والتراب الحسي والملموس؟ هناك علاقة جدا قوية. ثمة علاقة بين الأمرين؟ طبعا هناك علاقة جدا قوية. بداية الشعر هو من طينة الإنسان، يعني إما أن تولد شاعرا وإما فلا، هو جزء من خلايات وهو جزء من طينك، هذه البداية. ثم أن القصيدة مخلوق تشكله كطينة تماما، تضع عليه بصماتك، تحرك به هنا تحرك به هنا، هو يأخذ من روحك فهو مثلك تقريبا من تراب. والعلاقة بينهما هي انجذاب طين إلى طين، كما قلت في أحد النصوص القصيدة من طين، من طين الشاعر نفسه، فأنا أنجذب بالأول والأخير إلى طيني فتكون القصيدة. نعم. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن وجدانية الوطن في حس الشاعرة مرام العمري قبل القصيدة، أنا لا أدري إذا كان ثمة قصائد وطنية بحوزتك، ولكن حدثيني عن فكرة الوطن ووجدانية أو الدوافع، بواعث الإبداع التي تدفعك للكتابة عن فكرة الوطن والشوق والحنين إلى آخره من هذه الرسائل الممتلئة بصدق العاطفة ما بين المواطن والوطن الذي ينتمي إليه. الوطن هو القضية الأعظم التي لم تتمكن الكتابة أبدا من إيفائها حقها. الوطن يشبه الأب، يشبه الأم، يشبه كل شيء عظيم، أو هو كل شيء عظيم فعليا. فمهما كتبنا لن نصل أو لن نسمو بالقصيدة لتكون نتاجا طبيعيا أو نتاجا صادقا في التعبير عما يختلج حضورنا تجاه الوطن. وطن أراه ومنزل يمشي معي أن اتجهت من الجهات الأربع. الوطن في صدورنا في قلوبنا. يجرح الشاعر أن يكون في وطنه بعض الأشياء، نعم، أو بعض الأمور التي تنزع على القصيدة دفئها الوطني. من هنا يضطر الشاعر إلى أن يذهب في اتجاه معارض أحيانا، حزين أحيانا، بائس أحيانا، خائف أحيانا أخرى، فتأخذ القصيدة هنا منحا آخر. هو وطني إنما حزين، موجوع، معارض، يبدي رأيه بقوة، يقول صوت الحق، ويكون له نظرته الشعرية والشاعرية والحقيقية فعلا. ذات مرة قال الروائي الفلسطيني غسان كنفاني في إحدى رواياته، وحسب ما أعتقد هي رواية عائد إلى حيفا، وصفا التجريح، التغريب، الهجرة، القتل، الألم، كل ما مر به الشعب الفلسطيني، فقال: هل تعلمين ما هو الوطن يا صفية؟ إن الوطن ألا يحدث كل هذا. باعتقادك إلى أي مدى يمكن القول إن نبوءة غسان كنفاني في عائد إلى حيفا فعلا نعيشها اليوم؟ وكما قال الوطن فعلا ألا يحدث كل ما نعيش؟ لا يحدث كل ما نعيش فعلا. الوطن ألا يحدث كل هذا، إنما الأشياء، الأمور التي نراها اليوم تحدث في أوطاننا. ومن لا يغار على وطنه، من لا يحب لوطنه أن يكون الأفضل والأقوى والأول؟ في هذه المراحل
تشعر بجرح في وطنيتك، تشعر بأن صوتك قد يجرح صورة الوطن في عينك. وفي نفس الوقت تشعر أن صمتك سيجرحه أيضا. هنا أنت تستحتار، هل أسكت، هل أتحدث، هل أتكلم؟ إنما مصلحة الوطن في الآخر تجبرك على الحديث، تجبرك على الكلام، وتكون صوتا دون أن تعي، ينطلق صوتك دون أن تنوي ذلك، حتى سيتحدث داخلك، داخلك المشحون بغرام، بغرام التراب، بغرام الوطن، داخلك الذي رضع كل قطرة حليب صنعت أو خلقت لتكون أنت، لتكون أنت ابن وطنك. أحسنت. ففي مرحلة ما الوطن هو مخاض التراب الكبير، عاشته الأرض لنكون نحن ثم كنا، فكيف لا نكون بارين لأوطاننا؟ أقل ما يجب أن يقول الشاعر قولة حق تبرئ هذا الوطن من كل ما يشوبه، من كل ما يعتريه، من كل الاتهامات التي تدور حول التراب وحول الأرض وحول الوطن. بالأخير الوطن هو نفسه، هو وطننا الحبيب الذي لا يتغير. إنما أولئك الذين يعبثون بأمنه وسلامه، الفساد، الأمور السياسية والاقتصادية كلها هي التي تشوه صورة الوطن بأعيننا لفترة معينة، ثم نعود نراه مجردا، نراه وطنا الحبيب ليس إلا. وصلت الفكرة فيما يتعلق برؤيتك تجاه الوطن شعرتنا مرام. وصلنا الآن إلى القصيدة الختامية في حلقتنا، القصيدة التي ستختارينها مسكا للختام، وحبذا أن تكون قصيدة قصيرة. تفضلي، لك المنبر. إلى القصيدة. هي القصيدة طويلة إنما سأختصر منها. تفضلي. ملحفة القرطاس للتدوين إلا انجذاب الصين نحو الطين، مزج ترابي الأصول لنطفة كانت أنا في سيرة التكوين، كانت بداية قصة محفوفة بالفكر والخطوات تستدعيني، فتجنحت كل الرغائب داخلي، ركبت خيال الشعر كي ترضيني، واستمسكت بالحب في شطحاته، فالحب أن تمشي بغير جبيني، والحب أن تجد المجال مطوها من جاذب متمكن ومتيني، عبثا أروغ من انجذاب مشاعري بتقلب الأيام والتلوين، تغتالني اللحظات عند بكائها مثل اغتيال الشمس في تشريني، وتردني اللحظات عند تبسمي حيث اجتماع الغيم لا يلغيني، لما قرأت على البحار مكامني وتلوت آية الروح فوق سفيني، هاجت وماجت واستفزت هوجها ريحا وما للريح أن تسميني، كنت المسافرة والدليل لداخلي، كنت المسافر والدليل لداخلي، حتى سكنت لمضغة تؤويني، خط الحياة كأن قلبي خالد، حزنا أموت ونبضة تحييني، هي سيرة الأيام تسرد نفسها وتوضح المحكية في التضمين، هي سيرة الأيام تسرد نفسها وتوضح المحكية في التضمين. شكرا لك شاعرتنا مرام العمري. باختصار، ما هي أمنيتك الخاصة من أجل الأردن الذي تحبينه؟ كلمة للتاريخ، ماذا عساك أن تقولي؟ تفضلي. أمنية الخاصة أن يظل الأردن هو الأردن بقيادته وجيشه، والرجاء وأتمني الخالص أن لا يمسنا شيء، أن لا تعبث مصالحنا الشخصية بوطنيتنا، وليس إلا.
نتمنى لك التوفيق بمسيرتك الأدبية الخاصة، ونشكرك جزيل الشكر على تشريفك لنا في هذه الحلقة من بيت القصيد. لقد انقضى الوقت سريعا أستاذة مرام. شكرا جزيلا، سعيدة جدا بهذا اللقاء واستمتعت جدا بوصفتكم. ونحن أكثر سعادة. شكرا لك ولكل المشاهدين. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد. في الأسبوع المقبل بحول الله تعالى نلتقي وإياكم رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.